Yeah. السلام عليكم. بداية تحدي جديد ضرب نار معاكم احمد معاكم محمود من قناة المسلسبيل. النهارده يا جدعان عاملين تحدي، ما تنسوش تدعمونا باللايك وتنسوا كل يوم ان شاء الله فيديو كده معاكم، تحديات جديده ان شاء الله. عايزين بقى لايكات بقى، عايزين نوصل 5000 لايك. مش كتير على فكره، انا ما قلتش حاجه جدا يعني. الناس اللي شايف بيجيب بيقول اكتر من كده بكتير، بس ما علينا. يلا بينا ننزل نشوف التحدي. التحدي بتاعنا النهارده عباره عن محشي وفراخ. وشوفوا بقى التحدي. ويلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. يخسر. قول يا ابني انت خايف ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم حاني، لا تفنعش. مالك بقى دي كلام؟ بدعني شوية. شربة جامدة يا جدعان. أنا أشربه؟ إيه؟ بالله عليك، ما إذا حد مش جعان؟ أمال إيه؟ ما تتكلمش كتير ويخلص. محمود بيخش التحديات ياكل بس مش بيتكلم. مركز في الاكل. ايه محمود؟ مالك سمك يا محمود؟ قول يا لا اله الا الله. شوف محمد رسول الله. مطبخ بقى. اتمنى. اطلب يا عم. هو عشان عايز الشوربه بره التحدي فمش عايز ايه؟ ياخدها. مش هتغوط فيها. بس ما فتش ولسه ما خلصتش. والفتر خلص. ولا ما فتش حاجه ولسه ما خلصتش. ما فتش ليه؟ تعالى. لا. يلا يا ابني. في ايه؟ ايه الراحه؟ للانجاز حاجه صغيره. ممكن تسيبها. انا عارف. من ده كويس. بشج الاكل في حلو كده. ميس بيبلع المحشية بحالها وتقف في بطنه. والجبنة؟ اوعى. ازاي؟ مصيبة؟ هي واحدة. أنا سبت. بس ككمل الفرخة. كده كده أصلا حمود هيتعاقب عشان امبارح كلته الكشري، ما تعاقبش عليه. فكده كده حمود هيتعاقب، بس النهارده حمود اللي كسب. لا مش الكلام ده. فانت ليك عقاب تاني انت كمان. والله خلصتها قبل يا جدعان. انا هعمل بقى العقاب لكم انتوا الاثنين النهارده بقى. عشان امبارح كان عندنا ضيوف ما عرفناش نكمل الفيديو. الفيديو لسه اتلغى اصلا. لا مش اتلغى، هينزل. اتلغى. محمود عشان خسر مش عايز ننزل الفيديو الكشري. خسر يعني ايه؟ خسر شنيع. مش موضوع كده. ايوه الموضوع.
ايوه ان انا عامل مغصتي في الكشري. معلش ولا عمري اصلا بيه مش قاعد احوار كلاتي ان دول ضربوا دول ايوه ودول مش دول ايوه ودول خسروا دول هم دول بقى زعلانين من دول يا لهوي ودول بقى ايه مش شاقمين من دول يا وقاعدين من دول لا حول ولا قوه. يلا نختم الفيديو عشان يلا بينا يا جدعان هنشيل الاكل ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جدعان انا كسبت احمد في التحدي ده واحمد اخويا كسبني في التحدي بتاع الكشري امبارح. فطبعا ما ينفعش انا اعاقبه ولا هو يعاقبني عشان ده تعادل كده. فمين اللي يعاقبنا؟ امي اللي هتعاقبنا. والعقاب هيبقى ايه؟ هتخبي 2 جنيه انا ليا انا و2 جنيه لاحمد. انا 2 جنيه وانا 2 جنيه. دلوقتي يا جدعان هنخبي عينينا بالاشارب ده. انا اخبي عيني بالاشارب وانا اخبي عيني بالاشارب. عشان طبعا يا جدعان هنطلع الفلوس من دي بعد ما امي طبعا هتخبيها جواه. اخلص اي حاجه اي حاجه اي حاجه يلا يلا انا بس بيها برضه. على فكره شايف كل حاجه يعني يا سلام. خلاص شايف الدقيقه اهو هات الدقيقه اهو اهو دي ماشي. انا هخليك تبص الناحيه الثانيه وانا بقول الفلوس مش هخليك تبص. اخبي لك كل حاجه بس ايه فل بس احمد خلاص بقى احمد فكره مش شايف اي حاجه كفايه يا ابني مش شايف اي حاجه. بقول لك منين والله والله شفت انا عمال تقول انا شايف؟ قلت والله يا ابني زينة الارض او عليها الارض زيك يا حبيبي. يلا طب يلا يلا ماشي يا محمود كان يخلص معانا يا جدعان لاخر الفيديو ماشي؟ انا بجد التحدي يعني جامد العقاب صعب يعني. يلا حاجة خلاص اجي احط ماشي كل حاجة مش اي حاجة عارف لو انت بتنصب نفس لا نفس كده مش هتموت يا حمود زي ما نخبي لهم بقى الفلوس. كنت مغطى على مناخيني فبقى سهل. احمد مش شايف؟ خالص. قول والله العظيم مش شايف من تحت. والله العظيم ما شايف حاجة. لا قول والله العظيم مش شايف من الخرمين اللي تحت. خرم فين؟ اللي جنب مناخيني. ايه ده؟ في حد شايف من خرم بتاع مناخينه؟ اه. انا. انت عبيط يا ابني. في حد شايف من خرم مناخينه؟ ولا ايه؟ خلاص خلاص. يعني العب في الترابيزة؟ طب انا بدأت يلا شيل من بتاع من عليكم. يلا يا جدعان امي خبت يعني الفلوس خبت عينكم. امي خبت الفلوس دلوقتي فاحنا بقى هنفتح عينينا وهندور على الفلوس جوه دي. يلا يا بس فك دي فك دي يا ايه تعال مش قربت اصلا. يلا يلا واحد اثنين احمد ببقك ببقك يا حبيبي. انت مريضك بتعمل ايه؟ ابدا ازاي بقى يا جدعان؟ عادي اه بلسانك الاول دور وبعد كده امسك ببقك. يا لهوي احمد هيموت. واحد اهو واحد اهو ايه يا حمود؟ فين؟ فينه؟ ولا واحد يا احمد ولا واحد يا سلام. لا يا بابا ايه ده انت بترميه برا يا ايه يا لهوي يا جماعه لا ايه ده ايه جهد الجدعان دي ايه ده يا لهوي احلى كوب احلى من الشنطه واحلى من اي حاجه بعمل ايه كل شويه بلساني وبيه اما الحس انا احنا عكوب. انا كنت بعزوهم يا جماعه مش كنت بعاقبهم. بتصني من الضحك والله. ايه محمود ام جات بقى جانا ام 2 جنيه 2 جنيه امك. ايه محمود انت بتموت ليه يا محمود؟ اه في ايه دلوقتي بقى يا جدعان طلعنا الفلوس زي ما انتم شايفين كده بعد معاناه بوقنا. بس الكلام اول كنت انا انت هو ده الاول. لا لا انت تنزل بعديكم ازاي؟ لا لا هو اصلا كده كده دعكوب ليك وليه. اه مش تحدي ده دعكوب. انا بعاقبك وبعاقبك كنت بعذبكم. لا يا جدعان ولا جدعان مش هفهم ليه عمال ده انفخ وارحز. انا بقي جه في الطبق كله مفيش حته بقي ما راحش فيها. انا برضه دي ده بقى يترمي بقى في الشارع بقى. ده انا عمال احرك بالدي في كل حته خسرت الدي كنا عملنا بيه حاجه. يلا اختم يلا فيديو يلا
وكده يا جدعان يكون الفيديو النهارده خلص، ما تنساش توصل الفيديو ده 5000 لايك، ونشوفكم في فيديو جاي. سلام باي.